تحدي كبير بتقبله مصر في توقيت عصيب جدا. هنتكلم مع الأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية ورئيس لجنة الإقامة والإعاشة في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021. مشرفنا وعايز أبدأ بهذا التحدي اللي قبلته مصر ونجح نجاح لافت للنظر يعني ولافت للجميع. فعايز أبدأ بده، بس لفت نظري رئيس لجنة الإقامة والإعاشة لمونديال 2021. عايز افهم المفهوم ده، يعني مفهوم التايتل ده من حضرتك. تمام، احنا نبتدي نتكلم بس على البطوله دي. ايه زي ما بنقول التحديات؟ هو تحديات مش للجنه المنظمه. نعم. هو كانت تحديات للدوله المصريه. البطوله دي يعني اسندت لمصر من فتره قبل كده، قبل ما كان يبقى في كورونا وقبل ما في يبقى في اي حاجه يعني جائحة زي اللي احنا فيها دي. فكان الاشتراطات اللي قايمة بها البطولة اشتراطات الطبيعية اللي زي ما بتقام في أي دولة تانية، محتاجين عدد فنادق معينة، ملاعب معينة بشكل معين، دي اشتراطات الاتحادات الدولية. فكان كل دي كانت متوافقة مع مصر، والدولة المصرية كانت يعني موافقة عليها وقبلت الشروط بتاع الاتحاد الدولي لقبول، وكان والحمد لله وفقت مصر في ان هي تستضيف البطولة دي، كانت في الفترة اللي فاتت. فجيب بقى في تنفيذ البطولة برضو كان لسه مفيش اللي احنا لينا ما بنبتدي اللجنة ابتدت قبلها بفترة. أخدنا نشوف الفنادق ايه والملاعب. مصر الدولة المصرية أقامت منشآت أو منشآت رياضية للبطولة دي. مش هنقول إن هي هتبقى للبطولة دي بس، المنشآت اللي أقيمت للبطولة هيستفيد بها أجيال قادمة. جميع الصالات اللي اقيمت، ثلاث صالات متكامله جاهزه، واحده في برج العرب العاصمه الاداريه وفي 6 اكتوبر، زائد تجديد الصاله الرئيسيه في استاد القاهره. المنشآت دي يعني تكلفت مبلغ اكثر من 3 مليون و8 من 10 مليون جنيه. دي مش منشآت هنقول اقيمت للبطوله، لا، دي منشآت للالعاب الجماعيه، يعني ممكن العاب مختلفه تتلعب فيها، أجيال جديدة ومنشآت إن مصر ممكن تنافس بيها في استضافة بطولات وأحداث فعلا مختلفة. يعني مش بس مخصصة الصالات ديت للبطولة الحالية، بطولة العالم الحالية لكرة اليد بالظبط، لا لا، لأي لعبة أخرى، بنية أساسية للدولة المصرية. فدي كانت حاجة لازم تحسب للدولة المصرية اللي أقامتها، اللي تقوم تعمل منشآت زي دي. تمام. طيب لما نيجي نتكلم بقى، جت البطولة وجت الأحداث، فجت لجان من الاتحاد الدولي المتخصصة، لجان خاصة بالمسابقات، لجان خاصة بالبطولة، لجان خاصة بالفنادق، ابتدت تشوف المنشآت الملاعب بتاعتنا اللي احنا بنقيمها مخصوص خصيصا للبطولة. فكان في تحدي كبير جدا للسباق في الزمن، لان الوقت ده تتعامل فيها المنشآت الرياضية او الصالات دي في وقت معين. فكل مرة كانوا بيجوا من اللجان دي كانت الدولة المصرية بتبهر، عايز بما احط بين قوسين كده، بتبهر بما انجز. أيوة. وما سينجز واللي هيخلص والوقت بتاعه والحاجات، الشغل اللي بيتعمل في الصالات والتجهيزات والامكانيات اللي بتقام. فاقيمت وخلصنا كل حاجه، فبيجي للفنادق. فكان زي الاشتراطات الاتحاد الدولي عدد الفنادق يبقى عدد معين، فكان في اختيار اللي هم جم عليه، في اشتراطات معينه للفنادق، قربها من الاستاد، مسافه معينه، وقت معين، في كل مكان ده، مكان الاقامه، مكان الاقامه يبقى قريب بوقت يبقى اكتر من، ما يبقاش زيادش عن 30 دقيقه، الملعب ملعب التدريب ما تبقى قريبه برضو لهم، المواصلات تبقى كذا. فاخترنا مجموعه فنادق مع الاتحاد الدولي باشتراطاتهم، فكنا نهينا كل حاجه في قبل البطوله بست شهور، ومضينا العقود مع الفنادق وكل حاجه تمت، والشركات النقل كل حاجه كانت انتهت. جاهزه. جينا في شهر بالظبط، التاريخ كان حسين بيه لبيب يعني عارف التاريخ ده كويس، 9 ديسمبر الاتحاد الدولي قرر ان البطوله هتبقى بشكل الفقاعه او الكبسوله الطبيه او هو قبلها كان في دول في تخوف كتير من دول ان هي تيجي قبل الفتره دي، كان في تخوف من بعض اللاعبين الدوليين، هم خايفين للاشتراطات والامن. وليه؟ ان في الفتره اللي احنا فيها بنتكلم فيها بقالنا فتره، في دول كتير جدا مطارات قفلت، في دول كتير جدا السفر قل، في دول بدل مطارات قفلت وسفر قل، لا، ان الرحلات مثلا زي في اسبانيا كان في طياره يوميه من برشلونه ومدريد، لغوا كل ده بقت طياره واحده بس من مدريد للقاهره، حظر كامل في بعض الدول، حظر زائد مش حظر فقط، في بعض الدول ان انت عشان تسافري او تيجي تقعدي 15 يوم
قاعدة في كارنتين حجر منزلي. فحاجات كتير جدا خوفت الناس. فجد دكتور حسن مصطفى فعلا في اجتماع ومؤتمر صحفي عالمي في الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. عايز اخدك بس من ديت ونشوف اللقطة معاك. وده كمان بنتكلم على انجاز التنظيمي، لكن الانجاز الفني ده طبعا لعيبة منتخب مصر بيرجعوا الاوتيل بعد الفوز او بعد التعادل ووصولهم لدور الثمانية، وكله بيمضي على ايجيبت، يعني مكتوب ايجيبت. عملنا لوحة جدارية دي برضو اللوحة دي كان لازم نفكر في حاجة. الولاد عندنا الشباب كلهم في الإقامة والعشاء شباب صغيرين، كلهم جامعات وصغيرين جدا وحابين، ففكروا معانا نعمل حاجة للفريق للفرق اللي هي أساسا نوثق البطولة باللاعبين اللي شاركوا في البطولة. مش بس منتخبنا اللي بيمضي عليها، ده كل المنتخبات المشاركة، كل المنتخبات. احنا عملنا لوحة للمنتخب المصري لوحده ولوحة للمنتخبات التانية كلها. فالناس كلها بتمضي وبيمضوا ان هم شكرا لتوفيق الحدث وان هم مبسوطين باللي حصل وشايفين ان الدولة المصرية قامت بإنجاز حاجة جدا، فشكلها الناس كلها مبسوطة. ده من شوية استاذ ممدوح، ده من ساعة بالظبط بعد ما خلصوا الماتش وهم راجعين من الماتش بتاع سلوفينيا.